انه يذهب بعيدا. اول اختبار ولا مباراه عاديه؟ لا لا، اختبار حقيقي. مباراه المنتخب مع قطر بتكون اختبار حقيقي. اولا يعني الدفاع المنتخب لم يختبر، خلينا نقول هجومنا يعني في النهايه سجل وكان حاضر، اداء الوسط عالي، استحوذ ويبني هجمه بشكل صحيح ويصل لمناطق الخطر ويسجل، لكن دفاعات وحراسه المنتخب لم تختبر. بنقابل منتخب يعني كسب كوريا الشمالية بستة أهداف. يعني الآن لاعب مثل أكرم عفيف والمهاجم المعز اللي سجل الحين سجل سوبر هاتريك في أمام كوريا الشمالية، يعني لابد إنه يعني بيكون لدفاع المنتخب السعودي يعني لابد يكون يعني حاضر، ولا شك إن المدرب بيجزي بيكون يعني جاهز لمثل هالموضوع. أكيد إنه اختبار مهم، ودائما شوف الجولة الثالثة، احنا من فترة احنا نقول انه الجولة الثالثة هي بتكشف يعني كثير من خفايا المنتخبات، كثير من خفايا المنتخبات بتتضح مع الجولة الثالثة. حتى اللي متأهل؟ حتى اللي متأهل يعني بيكون لاعب بس المتأهل ما يحق يكشف اوراقه، يقدم اقل المستوى. لا يعني مثلا المنتخب السعودي متأهل، المنتخب القطري متأهل، لكن البحث عن الصدارة شيء مهم. انا مهم اني اتصدر، ادخل انا ولاعبي بطل مجموعة، جماهير كبطل المجموعة متصدر. يختلف لما اكون ثاني او من خسارة او كذا او خسارة، شيء مختلف. في نقطة تكلم عنها الاستاذ محمد اللي هي الهدوء والمطالب بالهدوء، فعلا هذه من البطولات القليلة اللي يعيش فيها المنتخب السعودي واللاعبين أجواء هادئة جدا لم نعتدها نحن في الوسط الرياضي. يعني أقل يعني ما يمكن أن نذكره، يعني أو أبسط ما يمكن أن نذكره، موضوع القيادة، من يلبس شارة القيادة، كان في كلامه وليش هذا الكابتن، ليش ما يعطل، يعني شوف تشعر بأنه فريق واحد. تعرف ليش أبو ناصر؟